محمد، نحن الآن أمام الجدار الذي يفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ننقل ونجسد لحظة من اللحظات التي لن ينسى التاريخ البشري عامة وتاريخ ألمانيا بشكل خاص. هو أنا من أول السنة عرفت أن في مسابقة إبداع السنة دي بتنظمها الكلية. زملاتي معايا في الكلية شجعوني، قالوا لي ادخليها يعني وإنك عندك المهارة، فاخترت موضوع وبدأت أتدرب عليه وقدمت الحمد لله للمسابقة. نعم زميلتي أسماء، أنا الآن أمام مسجد لا يصلي فيه أحد، ليس هذا لقلة المصلين وإنما بقرار من دولة الاحتلال، حيث تحجر القوات الإسرائيلية خطرها على الأقصى وتصمت مآلته وتحضر صلاة إباحته كما لم يحدث نحو نصف قرن من الزمان. تقريبا دي اول مره ليا، يعني السنه اللي فاتت ما حالفش الحظ اني يعني اقدم في المسابقه، لكن السنه دي يعني كان الحظ حليفي وقدمت في المسابقه دي، ويعني بنامل ان احنا ناخد مركز، وحتى لو ما خدتش مركز يكفيني شرف المحاوله، واتمنى يعني السعاده او اتمنى السعاده لزمايلي اللي هياخدوا مركز يعني سواء انا او غيري. منذ ظهر هؤلاء الضالون اعداء الاديان والحضاره والانسانيه، أعداء الحياة، ومصر تدرك مقاصدهم وتعرف نواياهم، ومهما تخفوا في عباءات الدين، ومهما رفعوا الرايات السوداء والصفراء، ومهما ادعوا واستشهدوا بآيات القرآن وأحاديث نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. دي اسمها مسابقة المراسل مش مسابقة الممثل. لو هي مسابقة الممثل ممكن أي شخص أيا كان مجاله أو اهتماماته، لمجرد أنه بيعرف يقلد أجيبه وأحفظه نص كده كويس ويبدأ يقلد أنه هو مراسل، لا ده ما ينفعش. المسابقة اسمها مراسل تلفزيوني، يبقى المراسل جزء كبير جدا 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 من أدائه في مهنته الارتجال، لأنه هيتحط في مواقف كتير جدا هتفرض عليه أو هتغصبه أنه هو يتكلم، فبالتالي ما ينفعش يركن على حتة الحفظ. وبالتالي أنا أتمنى أن لجنة التحكيم تاخد بالها مني، مش عشان خاطر التقييم ولكن عشان خاطر التوعية للطلبة اللي داخل المجال، تبدأ ما تحفظش، تبدأ ترتجل، تبدأ تفكر، تتعلم ازاي ترتب افكارها وتنطق بشكل متسلسل من غير ما تتلخبط.